في العراق الجديد بين هلالين، يعاني المراجعون في الدوائر العراقية بشكل عام من التأخير وعدم إنجاز معاملاتهم بشكل سريع، بالإضافة إلى تأخر الموظفين عن الدوام وخروجهم قبل نهايته. نشاهد الآن وإياكم مقطعا صوره أحد النشطاء من داخل مقر التسجيل العقاري الكائن في أيسر الموصل، وفيه يظهر انسحاب الموظفين في تمام الساعة 1:30 بينما ظل المراجعون من عوام المواطنين ينتظرون ولا أحد يقضي لهم مصالحهم. هاي الساعة 1:30 الموظفين ينسحبون. هاي المراجعين ينتظرون.